لذلك يكون هناك لم تكن هناك خسائر بشريه، بل كانت بعض الخسائر الماديه فيما يخص السكنات وطرق. ففي جنوب كما قلت جنوب بلدي تحمل. اما فيما يخص سد بني هارون، الحمد لله لم نسجل اي خساره يعني او خلل تقني او خلل من نوع اخر، الحمد لله السد في سلامه. ففي الحقيقه هو منذ الصباح يعني السيد رئيس الجمهوريه اعطى امر للوزير الداخليه ووزير التضامن، فانتقل الى المكان وطلب مني انني ابقى يعني باستمرار باتصال مع السلطات المحليه ومع وزير الداخليه. فكذلك اعطيت يعني امر انه كل الامكانيات والوسائل تتوفر لمساعده سكان اخواننا في المنطقه في ولايه ميلا. فغدا ان شاء الله ستكون يعني كل حاجيه تحم يعني كل الاشياء متوفره لمساعدتهم. فيما يخص بعض السكنات المتضرره ف اعطينا توصيات باللي بسرعه يكون برنامج سكنات ريفيه خاصه في المناطق الريفيه برمجت هذه السكنات بسرعه. في ما يخص كما قلت الطرقات، هناك ترميم بعض الطريق اللي كانت متضرره في هذا المجال، وكل الاشياء التي يجب ان نقوم بها سنقوم بها، وأبقى أتابع كل دقيقة تطورات هذه الوضعية، وإن شاء الله بيكون إلى الخير ونمر إلى حماية مواطنينا كما واجب الدولة.